أشغال الدورة 37 للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المنعقدة اليوم تركزت أساسا حول مناقشة التقرير المتعلق بتجانس السياسات القطاعية لمواجهة تحديات اتفاقيات التبادل الحر واستغلال الفرص التي تتيحها ذات الاتفاقيات. تبين بأن هنالك ضرورة لوضع ميكانيزمات مؤسساتية لضمان هذا التجانس ما بين السياسات القطاعية، خصوصا وان هنالك التقائيات في عده مجالات ما بين الماء مثلا والطاقه، ما بين الماء والفلاحه، ما بين كذلك الفلاحه والصناعه الى غير ذلك، وكل ذلك يتطلب تنسيق، يتطلب كذلك سياسات ترتكز على الجانب الجهوي، ونحن مقبلين على الجهويه الموسعه. وتطرقت أشغال الدورة 37 للمجلس أيضا إلى موضوع حكمة المدن بكيفية مستدامة، وهو الموضوع الذي سيتم إدماجه في التقرير السنوي الذي سيرفعه المجلس إلى أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس أواخر يونيو المقبل.